التتبيلة يا جماعة بتاعت السمك. طبعا خدنا السمك شرايح كده زي ما انتم شايفين بالسكينة، عشان ايه؟ عشان بس يشرب التتبيلة، وعشان كمان لما يتحط في الزيت في يتقلى يعني يستوي من جوه ويبقى محمر كده، يعني يفتح النفس. حتى نحط التتبيلة فيه كده، بعدين طبعا هنسيبه شوية يشرب التتبيلة دي، يعني مش هيتقال على طول. طبعا ده مغسول أكتر من مرة، مغسول كتير بصراحة، وهنقع في ليمون وخل وحوار يعني عشان نطلع بالشكل ده. طبعا أيوة القلب ده برضو هيتحط في تتبيلة. هي التتبيلة دي هي السر بتاع الطعم. التتبيلة ده على فكرة ناعمة شوية، ضربت في الخلاط كتير، المفروض تبقى أخشن من كده شوية.